العالم يراني؟ نعم. أين أنتم يا أحرار العالم؟ أهن عليكم؟ شو اسمي؟ معزز. اسم حلو والله. وأنت حلو كمان. الحمد لله. إن شاء الله. تعرضت لعملية قتل في سجن عوفا. فجأة صعدت ابن غفير. ويقول لنا إرهابيون. نحن إرهابيون؟ أي الإرهاب؟ الذي يعصمك يقود يديك بالحديد ويصفد قدميك ويعصب عينيك وينهال عليك بالضرب والأسلحة. 17 شهيد قتلوا في زماني. نحن جوعى، نحن في القرن 22 21 وهناك أمة على وجه الأرض جوعى، أسرى جوعى، لا يجدون طعاما يأكلونه. 9 أشهر لا نجد طعاما، لا نجد ماء، حسبنا الله ونعم الوكيل. وفوق هذا ضرب وقتل وسحت. أكثر من 90 يوم لم يسكب الماء على رأسي. وهناك أمراض، انظروا، نحن نعمل أمراض جلدية وأنا أهونهم. هناك أكثر من قرابة 2000 أسير يعانون من مرض مزمن اسمه الاسكابيوس. وهذا للذي لا يعرف الاسكابيوس، هذا مرض جلدي يصاب به الأسير ويخرج أجلكم الله الدمامل والقيح، ولا يستطيع أن يهدأ هذا الأسير ولا ينام 10 دقائق حتى يخرج الدماء من شدة الحكة في جسده. يعانون الأمرين وينتظرون الموت في كل دقيقة. إذا أراد أن يمن عليك يعطيك نصف حبة أكامول. نحن لا نمتلك شيء بأيدينا، فقط حسبنا الله ونعم الوكيل، هو كافينا إن شاء الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.